ودلوقتي يا سنة تالتة هنبدأ نلعب مع بعض لعبة اعرف الوقت واكسب بالون. جاهزين نلعب اللعبة؟ جاهزين يا أستاذة. طب يلا بينا بقى نشرح اللعبة. زي ما احنا شايفين كده على السبورة قدامنا خمس بالونات، والبالونات دي مرقمة من 1 لـ5، وتحت كل بالونة من البالونات دي بطاقة. البطاقة دي مكتوب عليها وقت محدد، المطلوب منك انك تحددي الوقت ده على الساعة اللي قدامنا دي. تمام؟ فهمنا اللعبة؟ فهمنا يا أستاذة. لسه فاضل جزئية. في حالة بقى لو حددتي الوقت صح على الساعة هتكسبي البالونة اللي انتي اخترتي الرقم بتاعها. تمام؟ تمام يا أستاذ. نبدأ في التنفيذ؟ نبدأ في التنفيذ؟ نبدأ يا أستاذة. ودلوقتي بقى هختار رقية نبيه. يلا يا رقية اختاري رقم يا رقية من الأرقام دي. اختار 3. تمام يا رقية، اتفضلي خدي البطاقة اللي تحت البالونة. بصي في البطاقة وشوفي لي الوقت ايه. 11 و15 دقيقة. تمام يا رقية، تقدري تحددي الوقت ده على الساعة؟ تمام اتفضلي. كلنا نركز مع رقية سنة تالتة. برافو يا رقية، ممتازة، مظبوط. اتفضلي خدي الجايزة بتاعتك البالونة. نحيي رقية تحية كبيرة سنة تالتة.